السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أربيز دكلا يعني مركز تخرج أغلاف القواعد اللغة العربية ثلورم درس بقواعد وجرامر كده. الهمزة متطرفة دي درس الهمزة متطرفة ويو درس بيلو نمك هي لكم تدرسون لايك أو كومنت هم كوي نو ذمون درس دي الهمزة متطرفة تي همزة متطرفة ستوي نو الهمزة متطرفة على السطر من كلا همزة دي تنها لكو يعني خط بسر لكو لكذا سما كده أو هوا كده هذا كله لكل كي تكتب على سطر ده خط بسر هذا وخل لكل كي إذا كان ما قبل الهمزة كل تشوي ما قبل ده همزة يعني قبل مخكي ده همزانا مد ألف ألف راغلوي مد ألف راغلوي لك مثال بتاور سما كي منقورو ورا سما همزانا مخكي تشي راغلي همزة راغلي نو منغا همزة لكو قبل ألف راغلي نو دلت هواكي هم بل الهمزة متطرفة على سطر بل كم وخكي منغا ده تنها يا دي خط بسر لكو تكتب على السطر ده خط بسر هاغا وخ لكل كي يعني او زي بل سر انا لكل كي اذا كان ما قبل الهمزة مد واو كلا چي ده همزانا مخي مد واو راغلوي لكا ودوكي ودوكي دلتا واو راغلي مد واو نو ما قبل همزة دلتا لكو او هدوكي آرامة واو راغلي همزة لكو بل الهمزة متطرفة على السطر ده خط بسر هاغا وخ لكل كي على السطر اذا كان ما قبل الهمزة كلا چي ما قبل ده همزة نثر راغلوي مد يا قرا مد يا راغلي كل شيء مد يا راغلي نو منغا حمزة ذانتا لكو يعني يوزين لكو مثال بتاور ودلتا قور من جريكي يا راغلي دا نو منغا وث حمزة دي يا بسر نلكو چه كلا دثي يا ار مثال كراسي نو حمزة من جدا لكو بل بريكي بريكي يا مد يا راغلي نو منغا حمزة ذانتا لكو بل درهم الهمزة متطرفة على الالف دا الف بسر كلا منغا لكو مثلا الف راشي ودلتا قورا همزة من قبل بسر لكلي تكتب على الألف دي ألف بسر هذا وخلك الكي إذا كان ما قبل الهمزة مفتوح قالت ما قبل ده همزة نثوي مفتوح يعني فتحة ولا رزبر وذلت قورة مثال كي يقرأ قورة يقرأ همزة نمخ كثيرا غلي را ده را مفتوح ده مفتوح تشتوي زبر لري نوشي كلا ما قبل ده همزة مفتوح أغا من ده ألف بسر همزة لكو بل مبدأ قولا مبدأ كي دلتا مفتوح ده ذكا منك ده همزة بثر ألف بثر همزة لك بل الهمزة متطرفة على الواو دي واو بثر منك لكو تكتب على الواو دي واو بثر هغا وقت لك الكيكي إذا كان ما قبل الهمزة مضموم تكلا ما قبل يعني مخكي ده همزة نسوي أغا حركات مضموم يعني ضمة ولا ري بيش ولا ري ومثلا تكافو فاكي ضمرة غريدة تكافو نو واو بسر من همزة لكو تكافو واو بسر همزة لكو بل تباطو واو نمخ كثرة غلي طارة غلي مضمومة دا نو من دي واو بسر همزة لكو بل الهمزة متطرفة على الياء دي يا بسر كلا لكو تكتب لكلكي على الياء دي يا بسر إذا كانت شوي ما قبل الهمزة مخ كده همزنا مكسور شي كسرة ولري يعني زير ولري قورا دلتا يا ده همزة راغلي كسرة مدينة مخكي كسرة زير راغلي مثال شاطي شاطي قورا طا كسرة لري دينا مخكي هم يا ده هو ده همزة منغا دي ثبثر لكو دي يا بثر لكو دلتا منغا ويلي همزة متطرفة على اليا نو بل قاري قورا يا راغلي ده هم مخكي مكسورة ده زير لري نو همزة يا بثر همزة لكو بل الهمزة متطرفة على السطر بل دي خط بسر جداي كلا لكو دا تقريبا اول دوم دريم ثري مشابه ده تكتب على السطر دي خط بسر هغا وقت لكلكي اذا كان ما قبل الهمزة كلتي مخكي ده همزة نوي ما قبل يعني مخكي حرف صحيح ساكن تي حرف صحيح حرف وي خو ساكن وي مثلا بد بد اون يا قورا بد رغلي ساكن ده شهر كلا ساكن ناسي نو منغا همزة دي بل حرف بسر نلكو يا ألف ونرولو يا دي بسر نلكو ذانتي لكو جداي لكو بد اون بد اون سيشو نو بط نو شكرا جزيلا ديرا وانانا هلكم چه يوتوب كي دموك چينل سبسكرائب او دزنگ علامة كليك رأي لايك او شير كومنت هم مهي رأي او فيسبوك كي عربي دزاك رأي آنلائن مركز پانا لايك او شير رأي والسلام عليكم ورحمة الله.